Lecture today is about oral care for special groups. محاضرة مفيدة ومهمة وتنطينا بعض المعلومات يعني عن special people with special care and how we can deal with this group. Special needs dentistry is a part of dentistry that's concerned with the oral health care of patients with a special need for whatever the reasons, what kind of physical or mental disability. المهم ان هو تخصص in dentistry ينطينا المعلومات الكافية عن ال care or oral health care for those patient. بالبداية راح ناخذ WHO definitions of some terms. دائما نسمع مثلا مرات بالكتب او بال articles مرة يقول impairment مرة يقول disability او مرات يذكر مصطلح handicap. شنو الفرق بيناتهم؟ بالبداية impairment is a loss of physical or function or يعني any يعني structure ممكن ان يكون of يعني loss of one eye مثلا for example, loss of the hands يعني amputation قطع للايد, loss of mental health for example, or loss of psychological health whatever. المهم انه راح يصير عندنا loss of function or structure. Impairment will lead to disability, يعني هذا loss of function or structure راح يقودنا الى المصطلح الاخر اللي نسميه disability اللي هو limitation because of impairment. Limitation because of impairment يعني مثلا يصير عندنا يعني يعني بعض ال يعني الشخص ما يكون قادر على انه perform activities اللي هي طبيعية for human being مثلا يعني amputation of the hands, both hands, فبالتالي هو ما راح يقدر يستخدم ايده حتى يقوم بالاعمال الطبيعية اللي يقوم بها الشخص العادي. اذا impairment will lead to disability, disability will lead to handicap. Handicap هو derived from the impairment or disability من الناحية الاجتماعية. يعني يعني مثلا for example اذا مثلا قلنا انه شخص فقد حاسة البصر هذا نسميه impairment. صار عنده disability معناها انه بعد بعض الاكتيفيتيز ما قدر بعد يسويها like any normal human. هانديكاب بس ممكن انه مثلا يكون يمارس مهنة معينة او يقدر يحصل على يعني عمل يعني يقدر يحصل على انكم معين ويقدر يمشي اموره. فاذا هو عنده impairment عنده disability but not handicap. غير مريض نفس الشخص اللي هو عنده نفس العوق بس انعزل عن العالم الخارجي بقى في بيته يعني احد اخر يصرف عليه ومتحمل مسؤوليته سو هذا نسميه handicapped patient. Oral care for individuals with special needs requires knowledge معرفة بالمشكلة وال good knowledge والطريقة التعامل مع هاي المشكلة, training, awareness, attention, adaptation and modified measures. هذه الأشياء احنا لازم تتوفر عندنا حتى نقدر نتعامل مع يعني this group
of patients. Types of disabilities. يا إما يكون عندنا blind or partially sighted، يعني عنده ضعف بالبصر أو عنده واحدة من الـ يعني فقد النظر في أحد العينين. intellectual disabilities مثال عليه down syndrome. عندنا hearing impairment يعني اللي الصم مثلا أو اللي عنده مشكلة بالسمع يعني سمعه ضعيف. physical disability اللي هم اللي قلنا ممكن انه عنده amputation قطع باطرافه او احد اعضائه، او اللي because of aging يصير عندهم physical disabilities، او مثلا امراض معينه مثل الروماتيزم. long term illness الاشخاص اللي هم يعانون من بعض الامراض المزمنه وال يعني الخطره مثل malignancy HIV patients, psychological disorders, emotional conditions مثل الأوتيزم. كل هذه كلها تحتاج special care يعني و special oral health measures. بالبداية احنا ليش نعتبرهم يعني نعتبرهم يعني يحتاجون special care measures؟ عندنا language barriers يعني ماكو صعوبة التواصل مع المريض، يعني مشكلة بالcommunication وخاصة اللي عندهم مثلا مشكلة بالسمع مثلا for example. difficult transportation الأشخاص اللي هم عندهم يعني physical disability عندهم يعني مشكلة بالأطراف أو إعاقة معينة ما يقدر يوصل بسهولة إلى الدنتال كلينيك. economic status أسباب مادية، أحد يصرف عليه ما عنده الإنكم الكافي اللي يخليه يروح للدنتال كير. psychological issues sensory impairment for example أيضا. cultural barriers يعني هواي نشوف من الأشخاص اللي أو العوائل اللي عندهم شخص معاق أبد يعني يحاولون انه يعني يبقى دائما بالبيت وما يختلط بشكل طبيعي مع المجتمع، او قد يكون هو السنتر اوف برايمري كير او حتى البرايفت كلينيك ما مهيئه ما عندهم الجود تريننج اللي يحتاجه المريض وذ سبيشال نيدز. سو why they are requiring special oral care because they can't understand you for example اللي عندهم intellectual disabilities. طبعا هنا من نقول احنا oral hygiene يعني معناها صحة الفم تختلف عن العفو نظافة الفم تختلف عن oral health. oral health هي صحة الفم، oral hygiene نظافة الفم اللي نقصد بيها الروتين dental practices اللي يقوم بها اي شخص اللي تشمل التوث براشينج اند فلوسينج للحفاظ على الاورال هايجين او ذا اورال كافيتي. هنا النقطة الثانية يحتاج special care because they are more susceptible for oral diseases خاصة الاشخاص اللي عندهم malignancies or HIV. قلنا ما يقدر انه يسوي روتين او النورمال اورال هايجين براكتسز مثل اللي عندهم فيزيكال ليميتيشن. اكو نيجلكت تو ذا دنتال كير مثلا اللي عندهم منتال ايلنس، او حتى الاهل يصير عندهم نيجلكت فور ذا اورال كير يعني ما مو بباله نظافه الفم بقدر ما يكون عنده مهتم بالامور الاخرى اللي تخص الصحه العامه فور ذوز بيشنتس. الأهل قلنا يعني not aware for the necessity of dental care. أكو بعض الأمور إحنا طبعا ما نقدر نشرح كل التفاصيل اللي نحتاجها للتعامل مع هذول الأشخاص، بس بعض الأمور بعض الأشياء النقاط الأساسية اللي لازم إحنا نطبقها with يعني special groups. بالبداية flexibility in appointments
يعني احنا بالبداية من نسوي good patient assessment، يعني نتعرف على المريض بشكل صحيح، نتعرف على مشكلته، نتعرف على الأهل والقدرة مالتهم اللي يقدرون يقدموه لهذا المريض. بالبداية بعدين نقدر نقرر انه ايش وقت احط ال appointment for this patient، يعني هل يفيده بالبداية، هل يفيده بالأخير، يعني بالنهار بالليل، بعد ما اسوي قلنا ال good assessment for the patient. وطبعا بالبداية لازم يكون عندنا knowledge for the medical, physical, mental condition. نحتاج نسوي consultation for the يعني الطبيب المعالج للمريض. ابدي اسوي communication with the patient، احاول انه اني اتواصل مع المريض بشكل direct، او اذا كانت الموضوع يعني صعب اكيد حيكون ال communication good communication with the parent or the health giver. نسوي تريتمنت بلان، نخطط هذا المريض ايش يحتاج. قد يحتاج جي اي، يعني تريتمنت اندر جي اي، قد يحتاج نيتروس اوكسايد، ممكن يحتاج انه جست يعني جست نولج فور ذا كونديشن، يعني مجرد انه احنا نعرف حالة المريض وشلون نتعامل معاه. مثلا يعني على سبيل المثال الاطفال اللي هم عندهم داون سيندروم عادة يكونون مسالمين، ممكن انه يتقبل الدنتال كير، يحتاج يعني مجرد انه يعني عناية خاصة، تفهم للحالة مالته، نوع من العطف والعناية المركزة، حتى يقدر وتمشي الامور بشكل يعني بسيط وسهل. طبعا يعني بعض المرضى يحتاجون more assistant، يعني for the treatment or during examination. هذا لازم يكون يعني يحدد انه المريض ايش قد راح يحتاج. قد نحتاج يعني هو فقط الموجود الاسيستنت، اسيستنت اخرى او اخر اثناء التريتمنت، اضافة الى مساعدة الاهل. و more recall appointment، يعني الشخص الطبيعي ممكن يحتاج مرة كل 6 شهور، هذا الطفل او البيشنت قد يحتاج مرة كل شهر، يعني اكثر مما الشخص الطبيعي. بالبداية we have to evaluate the skill for the patient. نقسمهم الى high level, medium level, low level. الهاي ليفل انه هو يقدر يسوي brushing and flossing for his teeth، يقدر يسوي brushing and flossing for his teeth، مجرد انه يحتاج انه يسوي له encouragement, supervision, motivation. مثلا على سبيل المثال المريض اللي عنده يعني مشكلة بالسمع، يعني more efforts to educate for the education of this patient. نبذل جهد إضافي، نشجع، نعطي good motivation with the supervision. تمشي الأمور بشكل طبيعي and he can brush and floss his or her teeth. الليفل الآخر هو الميديوم ليفل. هنا المريض يقدر يعني يسوي جزء من الأورال هايجين براكتس، يعني مو كلها، يعني هنا بهذه الحالة يحتاج assistant، يحتاج training and direct supervision. هذا assistant شو نوعه؟ يا اما require hand over hand، يعني اثناء brushing يحتاج مساعدة. هذه المساعدة ممكن انه تكون مساعدة لفظية، يعني اثناء brushing مثلا نقول له افتح القبض، حط شوية من التوث بيست، حط الفرشة inside your mouth. هذا بشكل مستمر. Always إذا كان الشخص with medium level let the child or the patient try، لازم نخليه يجرب ويحاول إلى أن يكتسب the good training، وحتى إذا وقع على يعني مقدرته، إذا يقدر يسوي هذا الجزء الصغير من الأورال هايجين، يعني نبقى إحنا باستمرار نعطيه الاسيستنت ويخليني اعتمد على نفسه تدريجيا. الشخص النوع الليفل الثالث هو البيشنت with
low level اللي نهائيا ما يقدر يسوي اي جزء من الاورال هايجين براكتس، وبالتالي هذا المريض كل التعليم الانكورجمنت الموتيفيشن تتحول الى الاهل او الكير جيفر او الشخص المسؤول عن الراعي اللي يرعاه. الحديث كله يتحول ويا الموتيفيشن يكون مع هذا مع البيرنتس حتى نقدر انه نحصل على جود ريزلت. Prevalence of dental of the oral disease in patients with impairments دائما يكون يعني عادة يعني أغلب الدراسات يكون هاي. مثلا عندهم الديكي أكثر، الميسينج تيث أكثر، restoration أقل. يعني يعني الأهل مثلا يفضلون إنه نسوي extraction أكثر مما نسوي filling for the decayed tooth. بعض ال impairments عندهم اصلا يعني مشكلة بالفيزيولوجي، فيصير عندهم مثلا more periodontal disease مثلا ال down syndrome، يكون عندهم high prevalence of periodontal disease and early tooth loss. يكون عندهم more tooth wear because of مشاكل تخص ال يعني شلل، فيعني أو neurological impairments يسوي دائما paroxysm or clenching of the teeth، يصير بها الأسنان attrition because of vomiting، يصير بها erosion and whatever. ناخذ مثلا children with emotional conditions like autism. الطفل بهذه المشكلة اكو يعني ملاحظة على التعامل مع هذا الطفل، دائما يحب يروح لنفس الدنتست لنفس الدنتال اوفيس، يحب يكون حتى الشخص لابس ذا سيم اوتفيت. صعب انه يتقبل changing in the environment. ممكن انه يقدر انه يفتهم الانستراكشنز اند بيرفورم ذا اورال كير ميجر. اكو بعض الطرق اللي نقدر نستخدمها with patient with autism، منها مثلا نحط له يعني اذا نشوف بالسلايد الجاي هذه الكاردز، نحط له هذه الكاردز يم المغسله. ممكن اذا ما يعرف يقرا مجرد انه رسومات حتى يعرف انه هو لازم يفتح الحنفية يحط التوث بيست، هذا كل ما يروح للمغسل ممكن انه حتى يشوفها باستمرار وما ينسى هذه الستيبس هذه الخطوات تفيده هواية بالاورال هايجين براكتسز. نظف اسنانك، نظف الفرشه، سد المي، سوي فلوسينج فور ذا تيث، wipe your mouth with a towel، تنحط بشكل لطيف ويعني بحجم واضح حتى يقدر الطفل باستمرار انه يعني يفتهمها ويكررها. هذا نوع اخر من الكاردز، يعني حسب يعني مقدار فهم الطفل او استيعابه للامور. يعني ممكن انه الكاردز تشمل تفاصيل، يعني شيل افتح التوث بيست، حط شوية من التوث بيست على التوث براش، نظف اسنانك، اغسل الفرشة، سد التوث بيست، rinse your teeth and brush your tongue whatever. الاشخاص اللي يعانون من الهيرينج impairments قلنا المشكلة with those patients هو الكوميونيكيشن، شو راح يفتهم الانستركشن. هو عنده ما عنده مشكله انه ما عنده physical disability يقدر يسوي الاورال هايجين براكتسز بشكل يعني بشكل جيد، بس المهم انه هو كان اندرستاند يور انستراكشن. احنا قبل سنتين اخذنا الطلاب ورحنا المعهد الصمول بكم، كانت زياره يعني جدا موفقه. احتاجينا المعلمه حتى سوينا translation for the instruction، الترجم للطفل الانستركشن اللي تحدثنا بيها مع الطفل. الحقيقة الأطفال هم يعني أذكياء،
and can understand you with يعني بال يعني بمجرد حركات بسيطة، ويعني قدروا انه يفتهمون احنا شو نريد من عندهم. اهم شيء انه من اني اتحدث مع هذا المريض اني اكون احافظ على نفس الليفل اوف ذا ايز فيس تو فيس، حتى استفيد من الفيشل اكسبريشن، من البادي لانجويج، يقدر يفتهم اللي اقوله من تعابير وجهي، من حركة اللبس. أبد ما أحاول أنه أصيح حتى أفهمه للمريض شيء معين، بالعكس أنا راح أسوي له يعني أشتت انتباهه بهدوء، أستفيد من حركة وجهي، حركة اللبس، وممكن أقدر أستعين بأحد يعني يساعدني بالترانسليشن of the language. Decreased in the visual acuity، يعني اللي عندهم مشكلة بالنظر، يعني نظرة ضعيف، هنا أنا يعني أيضا هو يقدر أنه يسوي يعني من الهاي ليفل اللي يقدر يسوي الـ oral hygiene practices perfectly، فقط يحتاج أنه good understanding for the practice، يفتهم ويشوفها زين ويتعلمها زين، أو يحتاج قلنا encouragement ويعني good motivation. اللي هنا احنا عادة أكو عندنا giant models حجمها كبير، نقدر نستخدمها حتى نسوي نعلم للمريض how to brush the teeth or how to floss. أيضا نقدر نستخدم large pictures حتى يكون واضحة بالنسبة إلنا. الدنتال فلوس اللي راح نعلمه به هو ما يكون ابيض، يعني ما راح يقدر يشوفها بشكل واضح، نستخدم الريد او الجرين فلوس for the يعني education of patient with visual impairment. mentally retarded patient، هنا حيكون عندنا طبعا ال فهم شلون راح يفتهم المريض الانستركشنز، يعني مشكلة حتكون عندنا باللانجوج او اند ذا كويشنز اللي راح نسألها، وشلون راح يفتهم السؤال وكيف راح يجاوبه. اللي واحدة من الاشياء المهمة اللي احنا نستخدمها with patient with mentally retarded patient or child، انه هابد ما اخليه مثلا استخدم الأسئلة اللي جوابها ممكن يكون جملة، يعني ما راح أسأله إنه يعني كم مرة تنظف أسنانك، لا يعني do you brush your teeth؟ جواب yes or no، الجواب يكون محدد. do you brush your teeth once a day؟ مرة باليوم yes or no. do you like brushing your teeth؟ yes or no. مثل هذه الأسئلة اللي تكون بسيطة، فهمها بسيط ويقدر يجاوب بكلمة أو كلمتين، أو حتى بدون ما يستخدم اللانجوج، مجرد أنه يحرك راسه، يحرك إيده مثلا. هذا يعني زين، أني أريد أعلم هذا المريض المنتال ريتاردد بيشنت، أعلمه أبسط شيء هو التوث برشينج. بالنسبة إلى التوث برشينج إز a complex task، يعني مو مثل الشخص الطبيعي اللي يقدر يفهمها بسهولة، فلهذا يعني حتى يفهمها لازم أقسم التوث برشينج into steps، many steps. أبدي مثلا أعلمه how to brush the occlusal surface of the teeth، قد أحتاج appointment واحدة فقط for the brushing of the occlusal teeth، وعيد بأكثر من مرة with repetition of the information إلى أن أقدر يعني أتأكد أنه افتهم هذه الستيب. in the next appointment ممكن أعلمه الستيب الثانية how to brush the facial surfaces of the teeth، طبعا أعيد الخطوة اللي سويتها بالمرة السابقة إلى أن أشوف أنه هو قادر أنه يفتهم this technique or this practice. Thank you.
النقطة اللي تحدثنا عنها بالبداية هو الـ modification of the oral hygiene measures. إذا تلاحظون هاي الصور بها many modifications حسب الـ your understanding for the or your good assessment for the patient condition. أحدد إنه هو بالضبط شنو مشكلته وشنو اللي يحتاجه من هذه modifications. مثلا أكو toothbrush with sectioning device، يعني مثل على الباتري، يعني يسوي تسحب بها كونتينر تسحب السلايفا أو الفلويدز from the oral cavity أثناء التوث براشينج. نستخدمها للأشخاص اللي هم عندهم مشكلة بالأسبيريشن، يعني ما يقدر يسيطر على الفلويدز in the mouth وممكن أنه يختنق بيها. نقدر نستخدم الباورد توث براش خاصة للأشخاص اللي عندهم physical disability or mental disability. نقدر نستخدم ايضا نوع من التوث بيست خاص نسميه الانجستبل، يعني ينبلع، للاشخاص للمرضى اللي كانوت اكسبكتوريت، يعني ما يقدر يذب الفلويد او التوث بيست فروم ذا اورال كافيتي. نقدر نستخدم توث براش وذ ديفرنت هاندلز حسب الفيزيكال ابيليتي اوف ذا بيشنت. اكو عندنا سبيشال فلوس هولدرز ايضا تساعد المريض with physical disabilities. استخدام الفلورايد for patients with special care طبعا يعني هم يعني نقدر نعتبرهم high risk group، قد يحتاجون systemic application of fluoride with يعني نحدد الدوز، نحدد الدوز بشكل دقيق. ايضا يحتاجون topical application of fluoride سواء gel solutions mouth washes varnishes. اهم شيء انه احنا من نحط من نستخدم الفلورايد نحط، يعني we have to keep in our mind that this material is toxic. يعني the patient must control the muscles of his. اذا استخدمنا مثلا الجيل او solution او mouth wash with the fluoride with high concentration of fluoride, the patient must control the muscles of swallowing. يفهم الانستركشنز كمية الفلورايد اللي راح نحطها، يعني carefully applied حتى ما نعرض المريض إلى الفلورايد توكسيسيتي. For example مثلا ال toothpaste with high level of fluoride يوصل إلى يعني 5000 parts per million. هذا ما نستخدمه للشخص المنتال ريتاردد او الشخص اللي عنده مشكله بالسوالوينج او الشخص اللي مثلا تشايلد. هنا طبعا الكونسنتريشن اوف فلورايد فور تشيلدرن ما يتجاوز 500 بارت بير مليون. هذا التوث بيست يوصل الى 5000 بارت بير مليون. اذا نستخدمه للشخص اللي هو يقدر يفتهم خطوره ال this concentration يحتاجه بشكل يعني يفيده ويقدر انه يسوي لنا spitting expectorate يذب الشيء الزايد ويغسل يعني ال oral cavity ويفهم ال instructions اللي تكون موجودة مع ال toothpaste. فأكثر شيء نستخدمه للأشخاص اللي هم عندهم malignancies or more susceptible to the oral diseases. الشخص اللي radiation يعني او عنده chemotherapy يستفيد من ال high level of fluoride in this toothpaste. Another option هو الفلورايد varnish. احنا نستخدم الفلورايد varnish هواية for the patient with the special care. هذا الفارنش يعني مثل ال يعني صبغ لل في مكانات معينة، ما يحتاج انه المريض يسيطر على swallowing muscles of swallowing، ما يحتاج فد instruction معينة، مجرد انه نحطها في مكانات معينة ويصير عندنا slow release of fluoride over يعني long period of time. تفيد بال physical and physical disabilities and mentally retarded patients.